يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال عز من قائل: لتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فاللهم رب العالمين لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد على ما يسرت من صيام رمضان ومن قيامه. وإننا ربنا نشهد أنهما بنا من فضل ونعمة وإحسان وتوفيق وعمل صالح، نشهد ربنا أنه منك وحدك لا شريك لك. قل بفضل الله وبرحمته، فهذا فضله علينا وهذه رحمتنا بنا. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وما توفيقي إلا بالله. فهذا الذي تعيشونه الآن، هذا الذي عشناه في رمضان ونعيشه الآن، من أدائنا للفرائض ومن إحيائنا للشعائر، هذا من توفيق الله، وهذا من فضل الله، وهذا من رحمة الله بنا سبحانه تبارك وتعالى، الذي يستحق أن يشكر على هذه النعم. عباد الله، ما بكم من نعمة فمن الله وحده لا شريك له. وإن كانت الإساءة والتقصير والسيئة والمعصية فإنها من أنفسنا، وإننا نحدث لكل معصية وتقصير توبة، فإننا نتوب إلى الله ونعود إليه ونستغفره سبحانه، إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فما لكم عباد الله لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. التوبة بعد الذنب هذه علامة من علامات الخير، التوبة بعد الذنب هذه علامة من علامات الإيمان، التوبة بعد الذنب هذه علامة من علامات الخوف من الله سبحانه. أيها المسلم، أحدث لكل معصية صغيرة أو كبيرة كانت، أحدث لها توبة، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن،
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. عباد الله، لقد شهدت مساجدنا في بلادنا هذه العامرة، في ولاياتنا، في دورنا، في قرانا، في مداشرنا، في مدننا، في كل المساجد، شهدت إقبالا كبيرا ورجوعا من شبابنا وشاباتنا، من الكبير ومن الصغير، رجوعا إلى الله عز وجل في هذا الشهر الفضيل المبارك. وهذا شيء جميل، أثلجنا أو أثلجتم به الصدور، وغمرتنا البهجة والفرحة والسرور، ونحن نرى القوافل من المسلمين والمسلمات يعمدون إلى بيوت الله عز وجل بالليل والنهار لأداء الصلاة وأداء الشعائر والمناسك التي شرعها الله عز وجل. وفي نفس الوقت هذا يغيظ الكفار من أهل الكتاب، من اليهود ومن النصارى، فأعداء الله لا يرضون لكم أن تكونوا على الإسلام، ولا يرضون لكم أن تسلكوا طريق الإيمان، لا يرضون لكم الطاعة، ولا يرضون لكم الاستقامة، بل يريدون لكم الفجور والانحلال والمعاصي والحياة البهائمية، أن نعيش كالبهائم والأنعام. هذا الذي يفرحهم وهذا الذي يسعدهم. أما إذا كنا على الطاعة والدين والاستقامة فإن هذا يغيظ قلوبهم. عباد الله، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. احذروا، فإن اليهود والنصارى، يا شبابنا بدرجة أخص، إن اليهود والنصارى لا يرضون لكم هذه المشاهد الطيبة، لا يرضون لكم هذه المجالس الكريمة، لا يرضون لكم وأنتم تلتزمون بإسلامكم، وأنتم تحبون أوطانكم، وأنتم تحبون الخير لأمتكم، لا يرضون لكم ذلك. يرضون لكم الفاحشة، المخدرات، الكفر، الزندقة، الصدود والإعراض. هذا الذي يرضي معاشر بني يهود والنصارى، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن الهدى هو قل إن هدى الله هو الهدى. قرأت في بعض المجلات في هذه الآونة الأخيرة، المجلات التي تتبع أخبار الجزائر، لأننا غصة في حلوقهم، احنا الآن غصة في حلوق اليهود والنصارى، فهم يتتبعون أخبار هذه البلاد في كل شاردة وواردة. قالوا في المدة الأخيرة لاحظنا عودة الشباب إلى المساجد. أنا قلت لكم هذا يغيظهم، لا يرضون لشبابنا أن يعود، ولا يرضون لشبابنا أن يستقيم. فنلاحظ ماذا يلاحظون؟ يلاحظون عودة الشباب والشابات إلى دينهم، إلى إسلامهم. وقد أدرك شبابنا في ذكورهم وإناثهم أن السبيل والنجاة والأمان والسعادة ليس في معصية الله، وليس في الانحراف، وليس في السيئات، وليس في الخروج عن طريقة الله، إنما الأمان والسعادة والطمأنينة والسكينة وراحة البال في هذا الإسلام العظيم، الإسلام الكبير الذي حبان الله به. وإنها والله نعمة لا تعادلها نعمة، نعمة الإسلام علينا. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين. أخي الكريم، هل جلست يوما بمفردك وقلت في نفسك سبحان الله، هذه الملايير من البشر، الملايير من البشر حرمها الله من الإسلام، وأنا العبد الضعيف اختارني الله،
اصطفاني وانتقاني وأكرمني، فجعلني من ملة إبراهيم ومن أتباع سيد المرسلين على الإسلام وعلى الإيمان. والله إنها لنعمة عظيمة، نعمة لا تعادلها نعمة، نعمة الإسلام والإيمان. دينكم قد اكتمل ببعثة نبيكم، وقد أنزل عليكم ربكم الكتاب المبين. في هذه الليلة أو في ليلة من ليالي العشر، وهي ليلة القدر المباركة المعظمة، أنزل فيها القرآن حتى لا يتركنا لأنفسنا بغير قرآن نتيه، ونصير حيارى تتخطفنا الشياطين من اليمين إلى الشمال، لا يتركنا لأنفسنا. فأنزل علينا القرآن: نجاتكم يا أمة محمد في كتاب ربكم وفي سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، فرض الله علينا الصيام فاستجبنا وامتثلنا وصمنا بفضل الله وأدينا هذه الفريضة، ولا نريد من يشوش علينا ويشاغب علينا في هذه القضية، فهي من القطعيات الثوابت من أركان الدين صوم رمضان. وقد بني الإسلام على خمس، ومن هذه التي بني عليها الإسلام قال: وصوم رمضان. والشعب الجزائري، وهذه ليست مزايدة ولا مناورة سياسية، الشعب الجزائري الحمد لله على الفطرة ومتمسك بالإسلام، بدليل في هذا الشهر قل أن ترى من ينتهك حرمة هذا الشهر. المقاهي مغلقة، المطاعم مغلقة، الناس امتثلوا الأمر واستجابوا فصاموا لله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. وصمنا والحمد لله، وصام الكبير وصام الصغير وصام الرجال وصام النساء، يؤدون فريضة الله سبحانه وتعالى، وليست على الاختيار كما يزعم بعضهم أنه من أراد أن يصوم فليصوم ومن أراد أن يفطر فليفطر. والله نحن لسنا في حاجة إلى التشويش على هذه الأمة وعلى التشغيب وعلى اختلاق البلابل والقلاقل، فالحمد لله الأمة على الإسلام. ومن اليوم الذي وطئت فيه أقدام الفاتحين إلى هذه البلاد، وأمتنا تؤدي هذا الركن لله سبحانه تبارك وتعالى. الصيام، صمنا. بعد الصيام هناك شعائر ألزمنا الله عز وجل أن نؤديها بعد فريضة الصيام. قبل قليل كنتم تكبرون، صح؟ كنتم تكبرون وتهللون وتحمدون الله عز وجل، هذا دليله في القرآن، لتكملوا العدة، عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. فالبارحة عند غروب الشمس لما أعلن في بلادنا أن اليوم، هذا اليوم هو غرة شوال وهو يوم عيد الفطر، يشرع التكبير من ذاك الحين إلى غاية أن يخرج الإمام إلى الصلاة. والتكبير والتهليل والتحميد يكون في الأسواق وفي الشوارع وفي البيوت وفي المساجد، لتكبروا الله على ما هداكم. بين قوسين، هل نستحي لما نكبر الله في الشارع أو في السوق أو في البيت؟ نستحي. هل لنا شيء في الإسلام نستحي من إظهاره؟ إنها الشعائر، إنها العبادات، إنها الأركان، إنها الطاعات والقربات. كاين موطن يستحي فيه الإنسان يوم يكون فيه على المعصية،
فيستحي ويخفيها. أما الطاعة والتي هي من شعائر الله فهذه يظهرها ولا يخجل بها. التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. مما شرع لنا أيضا زكاة الفطر. زكاة الفطر دليلها في السنة. هناك عموميات من النصوص تشير، عموميات تشير إلى زكاة الفطر، لكن دليلها الصريح في سنة رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه، فرض رسول الله زكاة الفطر. وزكاة الفطر تجب على الكبير والصغير وعلى الذكر والأنثى وعلى الحر والعبد من المسلمين، ورب البيت يخرجها عن نفسه وعمن هم تحت مؤنته. تعطى للفقراء والمساكين. الحكمة منها أولا إحياء هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طريقته سنته. الثانية إغناء الفقراء والمساكين في هذا اليوم. الثالثة هي طهرة للصائم. أباكي كنا صائمين، كاين واحد لعبت عينه، واحد مالت وذنه، واحد خرج لسانه، جاءت زكاة الفطر، واش تدير؟ دوك نهضروا بالدرجة شوية. واش دير زكاة الفطر؟ أكو تشوفوا كل زكاة الفطر دير هكذا، طهرة للصائم من اللغو، من السيئة، من المعصية، هي طهارة. إذن ربنا يزكينا بماذا؟ يزكينا بالعبادة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فهي طهرة، طهرة للمساكين، طهرة للصائم وطعمة للمساكين. وفيها إظهار الكرم والجود. إنسان المسلم من أخلاق الطيبة أنه ليس ببخيل، فإخراج الزكاة وإخراج الصدقة وإعطاء الزكاة المال وغير ذلك هذا دليل على سخائه وجوده وكرمه، وهذه علامة من علامات إيمانه وتعلقه بالله عز وجل. وأنا أنصحكم من هذا المنبر، كلما استطعت إخراج الصدقة لا تتأخر، لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصلي وأصوم. لا، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. كلما سنحت الفرصة أخرج الصدقة ولا تتأخر. فالصدقة عنوان الإيمان وبرهان، برهان الدين وبرهان السخاء والجود. وانظروا إلى رسولكم الكريم صلى الله عليه وسلم، كان أجود الناس بالخير صلى الله عليه وسلم، أجود الناس بالخير على وجه الأرض، وكان أجود ما يكون في رمضان. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد زكاة الفطر صلاة العيد. نخرج للعيد نصلي، وصلاة العيد وزكاة الفطر وهذا التكبير هذا كله وين وارد؟ بارك الله فيكم، أين ورد؟ ورد ذكره في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاطر اليوم عندنا واحد الجماعة مفاهمين هنا في الجزائر وغير الجزائر، دخلهم الريح وحبوا يدونا في طريقهم يعني، ولكن ذلك لا يتأتى. يقول لك ما تكسرناش راسنا، خير اللي في القرآن أعطيه لنا، واللي ما كاش في القرآن ما تهبناش. لماذا؟
لأن البخاري هذا كتبوه ناس واحد أخرين، وهذا صح مسلم كتبوه في واحد الجماعة، وهذه كتب السنة وذا، وتخلطت الأمور وجات الأمور السياسية والدولة العباسية والدولة الأموية وخلوطة وكذا إلى آخره. خلونا مع القرآن. وهذه الدعوة كانت في الجزائر دعوة خبيثة، والحمد لله السلطات تتصدى لمثل هذه التيارات الهدامة، وهي موجودة في مصر وفي الأردن وفي غير بلاد الإسلام. القرآنيون، هات ما عندنا في القرآن، السنة ما تكسرناش رأسنا. تقولنا البخاري وذي قلنا مسلم وذي قلنا النسائي وذي قلنا ابن ماجة، صدعتونا. أعطونا ما في القرآن. دعوة خبيثة من ورائها هدم الشريعة، يريدون القضاء على شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. صلاة العيد، قبل أن نخرج للعيد من السنة أن تتناول تمرات في بيتك وترا وحدة. من السنة الاغتسال قبل أن تخرج إلى العيد. من السنة أن تلبس أجمل وأحسن الثياب قبل أن تخرج إلى العيد. من السنة إذا جئت لصلاة عيد جئت من طريق، وفي العودة تأخذ وتسلك طريقا آخر، هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. صلاة العيد كما كنت تشاهد قبل قليل يصلي الإمام بالمسلمين على هذه الكيفية. ما هي؟ يصلي ثم يخطب. وقد وقع في التاريخ في بعض أيام هذه الأمة ناسا غيروا مجرى هذه السنة، فأرادوا أن يخطبوا ثم يصلوا. لما؟ لأن بعض أئمة المسلمين في ذاك الحين اتصفوا بالجور والظلم، وهم يعلمون أن الناس لا يسمعون لهم، يعني إذا صلى ثم جاء للخطبة يدرك في قلبه باليقين أنه بعد الصلاة الناس ينفضوا، فأراد أن يمسكهم عنوة فجاء إلى الخطبة ثم الصلاة، فقد غير وبدل. أما السنة كما كنت ترى قبل قليل، وهي الصلاة ثم الخطبة في الناس. والخطبة، الخطبة تذكيرية، فيها نصائح، فيها الوعظ، فيها الإرشاد، فيها التنبيه. ولا تقلق. لماذا؟ لأن الشيطان يراودك إذا كنت في الطاعة، إذا تلبست بالعبادة يأتي إليك، يريد أن يصرفك، يريد أن يخرجك، يريد أن يبعدك، يلقي في خاطرك، يهولك، ولا يرضى لك أن تجلس وأن تسمع، ولا يرضى لك أن تفعل الخير. في القرآن، في القرآن يقول الشيطان، يقول لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، هذاك الطريق هذاك يجوا يقول في وسطه هلا حتى لا تسلكه، ولا أتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. حرب، حرب، حرب بينك وبينه. يجيك علمنا إذا أخطأك منا، يجيك منا إذا أخطأك منا، يجيك من أمامك إذا ماش منا، يجيك من ورائك. هنا كاين إشارة، قال ما كانش، ما قالش ومن فوقهم، على فوق ما ينجمش يجي رب العالمين سبحانه وتعالى. فكن له بالمرصاد. وباش تكون له بالمرصاد؟ أنت في حاجة إلى زاد. والله غير واحد يجي يقرأ القرآن، يجي يقرأ القرآن، القرآن عبادة. كيف تربي؟ قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني حتى كي نجي نقرأ القرآن وما يخليناش، ويشوش علينا ويلبس علينا الصلاة. الرجل يقول الله أكبر، أو يقول والعصر إن الإنسان، بعد ما يشفش يقول هذه الثالثة ولا الزوجة، يلبس عليه صلاته. وساعات يقول والتين والزيتون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما إيش هي؟ ما الذي لبس عليه؟ الشيطان لبس عليه. وبعدين هو جاي يتشهد يقوم فينسى. ما الذي لبس عليه؟ الشيطان. وكون يقرأ آية وبعدين ينسى هذه وينسى هذه. الشيطان، 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 الشيطان. أنت بمفردك ضعيف لا تقدر، فلا بد لك من قوة تحميك. ما هي؟ هو الله. ولهذا قال وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين.
وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوننا واحفظنا وسلمنا من هذا الشيطان الذي يتربص بنا الليل النهار. وذكرى يشعل فيه النار كي راكم تسمعوا، خاطش الآن الملائكة يقعد معاكم تسمعوا الذكر، هو راه يندب يقول كيفاش ومازال ما قعدوش ومازال ما خرجوش، راه يهول في الحالة. وأنتم صابرون محتسبون، كما صبرتم في الصيام وصبرتم في القيام وصبرتم على قراءة القرآن. ولهذا شهرنا الفضيل هذا المبارك اجتمعت فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على ألم الجوع والعطش، صبر على معصية الله، وصبر على طاعة الله. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أيها الإخوة الأعزاء، هناك من الأعمال ما ليست لا هي صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة، وبها ينال الصالحون المراتب العالية في الجنة. ما هي؟ سلامة الصدور. سلامة الصدور وسخاء النفوس والأعمال الصالحة. سلامة صدرك، أكتشو كيف ما رانا قاعدين هنا واحد ما يشبه الآخر، ما كاش واحد ما يشبه الآخر، واختلفت لهجتنا وهذا الطويل وهذا القصير، واختلاف ألوانكم وألسنتكم هذا من آية رب العالمين، الله لا ينظر إلى ذلك. كاين واحد أن أشقر ومقابلني، واحد أسمر، واحد أبيض، واحد أسود، كل واحد اللون أشكال، وهذا خلق الله البديع، صنع الله الذي أتقن كل شيء في أحسن تقويم، ربي لا ينظر لذلك. ينظر إلى قلوبكم، ينظر إلى أعمالكم. قلبك يا محينك وش فيه؟ انت طويل طويلك، قصير قصير، وهذا أشقر وهذا روجي وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أسود. قلبك كاين واحد الآية، احنا مش الجزائر، احنا المسلمين كاع في مشارق الأرض مغاربة نحفظوها، قال يوم لا ينفع مال ولا بنون. شوف كل يكرر هذوك الجمع ذوك قاعد يقرأها: إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب منيب. قلبك المرتبة تاعك شحال تساوي عند ربي؟ بحسب قلبك وش فيه، ماذا يوجد في قلبك. وتشوفوا هذا الدين، هذا الدين هذا ما فيه لا أحقاد، ما فيش البغضاء، ما فيش العنصرية. احنا كيحبوا يصغرونا، يقولون دور الأوروبا، علاش هذاك الرقي، هذيك الحضارة، هذاك التقدم والازدهار. هما مرض، مرض بمرض، احنا ربي عافانا منه. الأفارقة الذين يلعبون كرة القدم في البطولات الأوروبية، يا اخي تشوفوا انتم تتبعوا الكرة، يا فيهم العنصرية تجاه السود، هذا أسود، هذا إفريقي. إحنا الداخل واحد واقف منا أسود وهذا أسمر وهذا أشقر وهذا أبيض في صف واحد، أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذاك البلاد اللي كانت هنا مستعمرتنا كيلعبوا كرة القدم في بطولة العالم وما داوهاش، نهار يربحوا يقولوا ربحت هذيك البلاد، ونهار يخسروا يقولوا خسروا الأفارقة، خسروا هذيك الفريق. مرض مرض هنا، مرض. احنا ربي سلمنا هنا، لا ينظر الى صوركم، لا ينظر الى اجسادكم، ينظر الى قلوبكم. وحتى النبي سمع واحد الناس في المدينه، واحد يقول له احنا فلان، خرج النبي قال لهم ابي دعوى الجاهليه وانا بين ظهرانيكم، دعوها فانها، نعبر لكم بالثمة، دعوها فانها منتنه، ايش تاعكم؟ ليش تعكم؟ لأن الإسلام شيء عظيم، شعوبا وقبائل من ذكر وأنثى، شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
كاين واحد الانسان اسمه ابو لهب، تعرفوا في الناس بشكون؟ هو عم الرسول، وحطوا ربي في اسفل السافلين بكفره. وبلال عبد حبشي من ارض الحبشه، عبد اسود، اسكلاف، عبد رقيق. جاء الاسلام رفعوا للسماء، ونهار راح اشتراه ابو بكر، اشتراه بدراهم من اميه. ايش قالوا الصحابه؟ قالوا ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا. بلال ولا سيد في الاسلام، باسلامه صار سيدا. في الجاهليه عند كفار قريش كان عبدا، وفي الاسلام صار سيدا. النعمه اللي اعطاها لنا ربي بالحاره برك احنا غافلين هذا ما كان. اعطانا ربي نعمه الاسلام ونعمه الايمان، وهدانا الصراط المستقيم. انظروا الينا، شوف مجتمعين على ماذا؟ على طاعه الله. وبالمناسبه هذا العيد، العيد هذا جاء بعد 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 اداء فريضه الصيام، ممتاز. وعيد الاضحى جاء بعد ما يكمل الحجاج اداء المناسك. هذه اعيادنا، واعيادنا شرعيه فيها الاتباع وليس فيها الابتداع. وهذا اليوم هذا يقول العلماء هذا يوم شكر وطاعه وليس يوم فسق ومعصيه. بالك برك واحد يقول اليوم العيد نديروا شون ليبر، نديروا واش نحبوا. هذا يوم طاعه ويوم شكر لله، بالك برك تظهر فيه المعصيه ولا تعصي فيه الله عز وجل. نظهر فيه البهجه والفرحه والسرور، لكن لا نعصي فيه الله. وزيد اين اظهر رمضان فيك؟ 30 يوم شيخ، والله غير عيب، الا تستحي من الله 30 يوم وانت تجبد صلاه وصيام ودعاء وقران وصدقه ومعروف، وذكا ترفد الميمحات وتبدا. اين اثر الصيام فيك؟ لا يليق، لا يليق، لا يليق. اخي الكريم، اصلح الذي بينك وبين الله يصلح الله لك الذي بينك وبين الناس. حافظوا على صيامكم، حافظوا على الشيء اللي كسبتوه في رمضان، الاجر اللي اديتوه نتاع القيام ونتاع الصيام ونتاع الصدقه. والله يبارك، درتوا اعمال جباره في رمضان، حافظوا عليها وخليوها تبقى هكذاك طاهره ومحفوظه في كتاب الله عز وجل، حتى اذا جيتوا يوم القيامه تلقوا واش قدمتوا من اعمال صالحه. وبعد رحمه الله تفوزون باعمالكم. قال بما اسلفتم في الايام الخاليه. الشيء اللي درتوه وين؟ في الايام الخاليه، هذه هي الايام الخاليه. في القرآن في سورة المائدة، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. خلاص بنيتوا ديار ما شاء الله، وسقمتوها وتحفتوها ونظفتوها، حافظوا على هذا البنيان من الزوال. فإذا تصدع، فيه شوية ولا سارعوا إلى ترميمه. واللي جاوا في رمضان والله غير فرحنا بكم، أقسم لكم بالله اللي جاوا في رمضان غير فرحنا بكم، كبيركم وصغيركم، رجالكم ونسائكم. ولما نشوفكم انا متوافدين على بيت ربي، الصدر نتاعي ربي ولي يعلم. واللي جاء في رمضان جاء الى الله، واللي تاب في رمضان تاب الى الله، واللي جاء للمسجد بيت الله. الان الله يثبتنا واياكم بعد رمضان، والله يطول الاعمار في طاعه الله. وربي راه نعم عليكم نعمه، كاين ناس في شهر شوال ربي تعالى توفاهم وما صاموش وراح، وانت ربي طول لك عمرك واعطاك فرصه حتى تصوم رمضان، والله غير فرصه. ونزيدك حاجه، وبالك ذو اخر رمضان تاعك ما تحصيش، بالك العام الجاي في مثل هذا الوقت تكون تحت الثرى، تحت اطباق التراب. مش اماتهم الله وابقاك، فرصة، ما عندهاش مثيل حتى تتقرب إلى الله. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم، غفر. شوف الرحمة نتاعو شحال واسعة. ولهذا نقول لواحد الناس ما تقنطوش الناس من رحمة ربي، رحمة ربي واسعة، وربي غفور رحيم، وربي ودود، وربي الحسنة بعشر أمثالها، وربي السيئة بسيئة
فإذا قلت استغفر الله محت تلك السيئة. ورب إذا هممت بحسنة هممت برك أعطاك إياها، وإذا هممت بسيئة ولم تفعلها لا يكتبها عليك الرحيم. جماعة ذنوبنا وذنوبكم لو كانت تبلغ عنان السماء، تعرف شو عنان السماء؟ السحاب، السحاب، ذنوبنا تخطي السحاب. ثم جئنا إليه فقلنا استغفر الله، قال غفرت لكم ولا أبالي، سامحتكم وعفوت عنكم وتجاوزت عن سيئاتكم وعاصيكم وأنا ربكم الغفور الرحيم. ماذا يفعل الله بعذابكم؟ هل خلقكم ليعذبكم؟ احسنوا الظن بخالقكم، خلقكم عز وجل ليرحمكم ويحسن إليكم ويدخلكم الجنة عرفها لكم. ونزيدكم حاجة واحدة أخرى، الجنة لما اندارت اندارت ليكم والله يا خوتي، غير الجنة أعدها الله لكم يا أخي أنتم المسلمين. هل الجنة أنشئت وأزلفت للكفار؟ أزلفت لكم، أعدت لكم، أحذرت لكم يا من أمنتم بالله وبرسول الله وأقمتم الصلاة وأتيتم الزكاة وصمتم رمضان وحججتم البيت وفعلتم الطاعة. وعشك خايف، خايف تموت؟ أنت مؤمن، إذا مت فإنك تذهب إلى الله وعند الله. أعددت لعبادي الصالحين، أنت رجل صالح، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت وما خطر على قلب بشر. افرحوا، افرحوا، الحمد لله أنتم مسلمين، أنتم ناس مدينين، أنتم ناس طيبين، أنتم ناس فيكم الخير. وأنا دائما أكرر لكم، وهذه الأمة هذه وأنا واحد منها، أمة والله غير فيها معادن الخير ما شاء الله، كي رجال كي نساء، كي الكبير كي الصغير. وعند المغرب، عند المغرب هنا في الجامع شوف واحد جايب سلة تاع خبز، واحد جايب سلة تاع تمر، واحد جايب سلة تاع ماء، واحد دار خبز الدار، واحد دار المطلوع، واحد دار الكسرة. علاش؟ علاش؟ المعدن تاع الخير، أمة فيها الخير، أمة الخير، أمة البشير صلى الله عليه وسلم. وذوك تزيد شوف، شوف نوريك بلي أمة خير. ذوك نهبطنا من المنبر شوف كيف يتحاضنوا بيناتهم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله منا ومنكم، تقبل الله من أعيادهم، 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 كفر، شرك، وثنية، خمر، زنا، فسوق، مجون، دعوة الشر، هاي أعيادنا. تقبل الله منا ومنكم، الله يجمعنا في الجنة. شوف شوف انظر إلى أعيادنا، فرق بين الثرى والثريا، وشتان بين أعياد المسلمين وأعياد الكفرة. أعوذ بالله تعالى، أقول ما تسمعون، والله عز وجل يعلم ما تفعلون. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحت الطابق هذا كاين قاعة التحفيظ، وتحت قاعة التحفيظ كاين مصلى النساء. وش هم يديروا؟ هاي بضاعتنا، أي سلعتنا. إنسان الآن في المصلى، قالوا من النبي أرواحوا، أرواحوا، قالوا خرجوا، خرجوا، في حديث أم عطية قالوا خرجوا صلاة العيد. وأنا ذوك جيت، أنا بدلت الطريق، هبطت منا هكذا ودرت هكذا، خرجت على الحمام وجيت طالع على الدرج. كي جيت طالع شفت الأفواج نتاع الرجال ولقيت الأفواج تاع النساء، يودي مت بالفرحة، أقسم لكم بالله غير مت بالفرحة. وشوف أنا البنات هكذاك العازبات ولا المتزوجات ولا الأمهات، وجايين أفواج أفواج، الحمد لله يا ربي اللي جاوا للجامع وما راحوش لجهة أخرى، وهذا فضل الله عليهم. ولهذا أختي المسلمة أكيد تشوفي ذوك في التلفاز اللي تحت اللي راه في القاعة، وهذه الخطبة والرجال راهم يسمعوا، يا أختي اتقي الله، أنت درة مصونة. الوردة، الوردة كي تعطيها الواحد وتكون جديدة وجبتها له وتكون باهية، الوردة اللي أكثر فيها اليدين تذبال، والفهم يفهم العقل الراشد. الوردة كي من يد وتجيبها هكذا تجي زاهية وضاوية وشابة ما شاء الله، إذا كثر عفسوا فيها اليدين، عفسوا فيها اليدين تذبال، تروح تتولي ما تسواش يرميوها. أنت درة مصونة يا أختي المسلمة اتقي الله. والدين تاع ربي والله ما كان، شوف أقسم لك بالله يا أختي، ما كانش اللي بجلك وكرمك واحترمك ورفد من شأنك وقدرك كالإسلام. من الآخر القوانين هذه الوضعية وهذا الزبالة تاع البشر، هذا كذب في كذب، حابين يعريوك، يخرجوك للفسوق،
يديوك للمعاصي، يذهبوا بالشرف نتاعك، يساوموك في 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 دينك في كذا، وبعدين تروحي لواحد الطريق مسدود. هذا واش يحاولوا؟ اما الله عز وجل لا، ربي يرفع من شأنك، سمى سورة النساء، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة أو الزوجة الصالحة. أطيع الله ولا غرك في الفايدة. الماكثة في البيت، قلت لهم أنا ما تسموهاش الماكثة في البيت، قلت لهم هذه مديرة في بيتها، مديرة معلمة هذه. اتق الله يا أختي، لا تسمعي لمن يريد أن يخرجك عن الصراط المستقيم. اتق الله، كاين شرع، كاين صلاة، صلي صلاتك، كاين صيام، صومي شهرك، عندك المال، زكي مالك، عندك المال، روحي تحجي مع أحد المحارم نتاعك، متزوجة، أطيعي زوجك. ها، فإذا هي صلت خمسها، وصامت شهرها، وأطاعت زوجها، وحفظت فرجها وعرضها، يوم القيامة ربي يناديها يقول لها: هاي الجنة أبوابها الثمانية، الجنة أبوابها الثمانية، أنت خير من تحبي تدخلي. وهذوك عليهم من الله ما يستحقون، كي حبوا يضربونا جاءونا من جهة نسائنا، وأرادوا أن يدمرون من قبل نسائنا، ونحن الآن نحرص الحرص الأكيد على نسائنا من الضلال ومن التغريب، الدعوة التغريبية بالأفكار الهدامة والخبيثة. فأنت مدرسة، والله كما قال الشاعر أنت مدرسة، وإذا أعددتها أعددت شعبا طيبا وطاهرا الأعراق. يا أختي اتقي الله. وزيدت نصيحة أخرى، تعلمي الدين، تعلمي الدين يا أختي، هذا نجاتك، سلامتك، سعادتك في إسلامك. يا أختي حبيت نسقسيك، أي تلحقك الصور تاع الإيرلنديات اللي راهم يسلموا لله، والإنجليزيات اللي راهم يدخلوا في الإسلام، والروسيات اللواتي يسلمن، لحقتك الصور، الفيديوهات الآن التكنولوجيا راهي توصل الصور، أفواج من النساء، الكافر كنا كافرات، وعندهم الجمال، وعندهم الدنيا، وعندهم الحسن، وعندهم البهاء، وعندهم الدوفيز، وعندهم السكن، وعندهم كلش، ولكن لما علموا الحق، عرفوا الحق أسلمنا لله عز وجل. كيفاش الآن؟ هذه كانت في الكفر فأسلمت، وانت بنت الإسلام في أرض الإسلام بفطرة الإسلام، تتخلين عن هذا الدين؟ أين عقلك؟ أين قلبك؟ ألا تخافين الله؟ ألا تتقين الله؟ وزيد العبادة هذه، وهذا الحجاب ليس في رمضان، وهذا للرجال والنساء، رمضان ما هو إلا موسم برك، ولكن الطريق طويل، الطريق طويل، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فيا أختي هذه موعظة هكذا على الإجاز، أصبري واحتسبي ومشي حالك، واتقي الله، وأطيعي الله، وأطيعي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا حبيتي الأسوة فلك خديجة، ولك عائشة، وحفصة، وجويرية، وأم هاني، وأم أيمن، وغيرهن من الصحابيات الجليلات، هذوما قدوتنا، هذوما أسوتنا. الله يفتح على الجميع بالخير والعافية. خاوتي، أولا قبل ما نهبط من المنبر نطلب منكم السماح، ربما واحد كش ما قلنا له ولا أسأنا إليه ولا تصرفنا معه تصرف غير لائق، خاش الدعوة راهي بنية كاع هنا، هذا اللي رانا نطلعوا فيها وذا. اللي بيننا وبين ربي انا صليناه وصمناه، بيننا وبين ربي، بصح كاين بيننا وبين الناس، واللي بيننا وبين الناس هي هو الكبير، فهمكم من ذوك، وما يغلطكم حتى واحد، والكلام بالدارجة، اللي صليتو ذوكا بينك وبين ربي، و30 يوم بينك وبين ربي، والزكاة بينك وبين ربي. الآن كاين اللي بيننا وبين الناس، افريوها هنا وسقموها هنا قبل ما نروحوا له، وما هوش عيب ذوك تحوس عليه. وراه يا ودي الشهر اللي فات وكانت بيني وبينك هكذا، أنا نطلب منك سماح. قال: فليتحلل منه الآن، الآن الآن، قبل أن يكون يوم، قبل ما يجي القيامة، ما كان لا دراهم، ما كان لا دينار، ما كان لا ذهب لا فضة، كاين الحسنات والسيئات، ما لا سقم هنا
وهذا أخطر أمر في الإسلام. وش هو؟ علاقة الناس فيما بينهم. اللي سبيته وضربته وشتمته وعايرته وسخرت به وكليت له ماله وديت له رزقه ودرت فيه الباطل واغتبت فيه ونممت فيه وشهدت فيه شهادة الزور، كل هذا هذا الذي تعلق بالناس. واللي ضرب زوجته واللي سبها وسب لها باباها وباباها ميت ولا باباها حي، واللي عايرها واللي دار فيها الباطل، شفت كيفاش نحطوا في رصاننا دعوة راهي مخلية كاع إلا من رحم الله، واللي دار فيها ودار فيها ودار فيها ودار فيها الباطل في الأزواج. احذروا أخذتموهم بعهد الله واستحللتم فروجهم بكلمة الله. قدر هذيك هي الخسارة تاعك يوم القيامة، وبالأخص ما سمحتكش تعيش معك 50 سنة ومخبية في قلبها ومت وما سمحتكش بعد سلك روحك، وعندك صلاة وعندك صيام وعندك حج وعندك زكاة وعندك سلك روح. هكذاك مع الناس، مع الجيران، مع الخدامين في الطريق، مع الأرحام تاعك اللي يأكلوا أموال اليتامى، اللي يزوروا الورق ويدوا الميراث، حسابات كبيرة. وفي الجبانة قال لهم أعطيوني وجهه نشوفه برك، تعم بالهم راح يسلم عليه، هو غير كشفلوا، قال له والله ما نسامحك عند ربي وجرايا. في الجبانة دفنوه، كان معه شريك. قالوا سنة ونشوفه، قالوا شوف، يعرفوا شريكه، جبدوا له على وجهه، تعم بالهم راح يسلم عليه. قال له والله ما نسامحك عند ربي في الشيء اللي درته فيها. جا مروح لتحت يبحر في هذا اللي قالوا هذه الكلمة، قالوا جدود صف فيها وقعد فيها، ريقل هنا، ريقل سقم هنا. هذا هو الإيمان وهذا هو الإسلام. المعاملة، الصلاة لعمرك واللي درته في عبادة لعمرك. الآن بيني وبين جاري، هذو جيراني اللي راهم هنا اليوم قاعدين، كان اللي عشت معه هنا 50 سنة هنا نعرفه، كان اللي نعرفه هنا أكثر من 50 سنة، الريقل معه هنا، وجيراني اللي راكو هنا واللي عشت معاكم كبير وصغير رجال ونساء. قبل ما نهبط من المنبر راني نتحلل منكم وراني نطلب منكم السماح من الاخر، وكل واحد يبكي على عمره، وكل واحد يعرف وين يدفن باباه. السلاك تاع الدنيا قبل سلاك الاخره، كي نروحوا ليه ما عندناش دراهم وذهبوا في الظلم الدوم، عندنا الحسنات يديوهم منا، واذا ما كفاوش يعبيوا علينا سيئاتهم على ظهرنا. سلكها، خذ رأيي والله غير راني ننصح فيك نصيحة غير راهي خارجة من القلب طلعت للسان. سلكها مع والديك، سلكها مع الأم نتاعك، سلكها مع الأب، سلكها مع خالتك وخواتاتك. غير تتزوجوا تولوا أولاد العم ولا أولاد الخالت، ولو ما تعرفوش بعضاكم، هذا هو الدين. انتم خاوة من بطن واحد وصدر واحد، غير كبرتوا تزوجتوا تقولوا ما تتلاقوش بالعام وما تهضروش ومتنايفين، دخلوا بيناتكم هذوك الخلطه هذيك، وليتوا ماشي ولاد العم ولاد 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 الخال، وليتوا ما كان لا ولاد خال لا ولاد خال لا ولاد عم. علاش عليكم؟ والدين جاي يأمركم بهذا. سقم اللي هي في الأرحام في الأرحام، واللي هي مع الجيران مع الجيران، واللي هي في الإدارة في الإدارة. ردوا المظالم إلى أهلها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. يا ربي سامحنا، رانا نشهدوا فوق هذا المنبر، نشهدوا بالذنوب نتاعنا والتقصير نتاعنا والسيئات نتاعنا والضعف نتاعنا. اللهم ارحمنا يا ربي ولا تعذبنا بذنوبنا، واسترنا يا ربي في الدنيا واسترنا في الآخرة. اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين، اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعل ذلك في ميزان حسناتنا. الموت نتاعنا، عندي خبر اليوم النص الكبير من الناس يبكي، كي يذكر الوالد تاعو، كي يذكر الام تاعو، كي يذكر كل واحد، واش يذكر الموتى تاعنا. الله يرحمهم ويسع عليهم ورب يجعلهم فيه جنته جنه النعيم. والاحياء ربي ان شاء الله يهدينا ويهديكم ويهدي خاوتنا المسلمين الى الصراط المستقيم. وهذه البلاد اللي انا نعيش فيها ربي يحفظها من كل بلاء وسوء، وربي يصلح لنا الأئمة والحكام اللي في هذه البلاد،
الله يصلح حالهم وبالهم، والله يهديهم الصراط المستقيم. اللهم أصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم أعد علينا رمضان يا رب العام القابل، وأعواما مديدة وسنين عديدة، وأحينا في طاعتك ومرضاتك، وسامحنا يا رب العالمين، واعف علينا واعف عنا، واغفر لأبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذريتنا وإخواننا وأصدقائنا وأحبابنا وجيراننا وإخواننا وأخواتنا ولمن له حق علينا، ولسائر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات. في العيد تكفي المصافحة، خفوا علينا. هذا تخيل جامع كامل يسلم عليك من بيت الظهر، هنا تكفي المصافحة. وفي المصافحة يقول أحدكم لأخيه تقبل الله منا ومنكم، مفهوم السلام، تقبل الله منا ومنكم. أخوتي الكرام، النساء اللي راكو تحت تقبل الله منا ومنكم، والإخوة اللي راكو هنا معايا تقبل الله منا ومنكم، جيراني الله يحفظكم، والناس اللي نعرفوكم وتعرفون الشباب أصحاب الحلقة أصحاب الجامع الحي اللي تحت، الله يحفظكم جميعا، والله يقبل عليكم. وربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.